ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع النهاردة موضوع مهم جدا، هو ايه اكتر الابراج اللي صعب جدا ان هي تعتذر، او مبدأ الاعتذار عندها مرفوض تماما. اول برج هو برج الدلو. برج الدلو بيرفض جدا ان هو يعتذر، عنده كبرياء فوق كل شيء، مهما حصل من مشاكل، حصل حاجات كتيرة، يبدأ ان هو عمره ما يعتذر، على الرغم انه بيفوت كتير وبيسامح كتير وبيعدي كتير، الا انه هو لما بيفيد بيبقى بينفجر من جواه ويرفض تماما الاعتذار. قليل قوي قوي ما نلاقي برج الدلو بيعتذر، ولو جه في يوم وسمعتوا اصحاب برج الدلو اعتذر، اعرفوا ان في حاجة جنونية حصلت، في حاجة قلبت الدنيا خلت ان الدلو قدر وتسامح ان هو يعتذر ويقول انا اسف، او يعتذر حتى بسوري. فده عندهم اساسا مبدأ الاعتذار مرفوض تماما. تاني برج من الابراج اللي بترفض الاعتذار وبشدة برج الجوزاء. برج الجوزاء صعب جدا جدا ان نسمعه بيعتذر، بيعدي كتير هو كمان وبيسامح، لكن بيبقى لما بيعمل مشاكل او ان هو يزعق يتخانق، ممكن يقول حاجات هو مش قصدها تماما، ممكن يقول يعني يجرح في اللي قدامه بطريقة رهيبة جدا، لكن في نفس الوقت هو ما عندهوش القدرة ولا الشعور ان هو يحس بقيمة اللي هو عمله، بيبقى مش دريان هو بيقول ايه. نتيجة طبعا ان الجوزاء معروف ان هو شوية عنده زي نوع من انواع الانفصام في الشخصية، لما بينفجر او عصبية شديدة عنده، يبدأ ان هو يقول حاجات هو مش دريان بيها، ولكن في نفس الوقت بيبقى صعب جدا ان هو يعتذر، عنده استعداد ان هو ينهي العلاقة ما بينه وما بين الشخص اللي قدامه في سبيل ان هو ما يعتذرش. قليل جدا برضو لو برج الجوزاء اعتذر لحد اعرفه ان هو بيحب حب جنوني، وقليل قوي ما نلاقي اصحاب برج الدلو يحبوا الحب الجنوني بطريقة رهيبة جدا، مع ان هم مجانين في الحب، لكن الحب اللي يخليهم يقدروا ان هم يعتذروا، ممكن من كتر حبهم، يعني هم لو بيحبوا وعايزين يعتذروا ما يعتذروش، لكن يعملوا حاجات تانية، يعني ممكن يهزروا بتاع، لكن يقولوا لفظ ان هم اسفين او ان احنا بنعتذر، ده مبدأ مرفوض عند اصحاب برج الجوزاء. بعد كده برج القوس رهيب، ما بيعتذرش نهائي، مهما هو حتى عمل من اخطاء هو شايف نفسه ما بيغلطش، بيبدأ ان هو يقول انا قلت غلط، ما عادي يعني، ما كل الناس بتغلط، لكن ان هو يعتذر يستحيل، يستحيل ان هو يعتذر، مبدأ مرفوض مليون رفض، يعني ممنوع اساسا ان اصحاب برج القوس ان هم يعتذروا، ده حاجة عندهم مستحيلة. بعد كده رابع برج بيبقى عنده صعب ومستحيل وممكن يعني يحصل حاجات كتير ولا انه هو يعتذر، هو برج العقرب. برج العقرب صعب جدا ان هو يعتذر، صعب جدا ان هو يندم على فعل اي شيء او يظهر ندمه، لكن هو ممكن من جواه يكون ندمان، لكن يظهر ندمه على ان هو ما اعتذرش دي مستحيلة. ما بيعتذروش تماما على اخطائهم او على مشاكلهم او على ان ممكن يكونوا قالوا لفظ او جرحوا اللي قدامهم، لان هم ما بيغلطوش في حد الا لما بيتغلط فيهم. العقرب ما بيأذيش حد الا اللي بيأذيه، فدايما كل حاجة هم فعل عملوه غلط او خطأ او مشكلة او لفظ او جرح او ايا كان، ما بيعتذروش لان هم شايفين ان هم خدوا حقهم ليس الا. ده بالنسبة لاصحاب برج العقرب، فمستحيل ان هم يعتذروا. اخر برج، برج الجدي. برج الجدي ما بيعتذرش تماما، عنده استعداد ان هو يسكت خالص، ما يتكلمش نهائي، حتى لو كان غلطان يفضل ساكت، لكن يعتذر دي مستحيلة. عنده استعداد يبعد عن الشخصية اللي غلط فيها، او سواء عمل مشكلة جرح فيها، ايا حاجات كتيرة ممكن تكون تدي سبب للاعتذار، فهو ما يعتذرش، يبدأ ان هو يبعد تماما عن الشخصية دي وقت حتى مؤقت، وبعدين ممكن يرجع يتكلم اللي هو عاملين ايه، اخباركم ايه، فيبدأ ان هو يسأل عادي، لكن ان هو يخش بمبدأ اعتذار لا. ده بقى على قبول الشخص اللي قدامه، قدر بعد كده ان هو يرجع ويسلم عليه ويتكلم معاه تمام، لكن مستني منه اعتذار لا، ما تستناش. فدول اكتر 5 ابراج ما بيعتذروش نهائي. عندهم ان احنا نعتذر دي حاجة تقلل مننا،
كلهم عندهم كبرياء بعدم الاعتذار، وعندهم شوية يعني أكتريتهم من الأكتر يعني برج العقرب والجدي، الدلو بيتحملوا في نفس الوقت، ما بيغلطوش في حد إلا اللي بيغلط فيهم، وأكترهم طبعا برج العقرب. فدايما عندهم احنا بناخد حقنا وعندنا كبرياء، فمستحيل هنقلد نفسنا. مش مهم الأشخاص، مش مهم الناس، أهم حاجة كرامتنا، شخصيتنا، وضعنا. ده ببساطة موضوع النهاردة. طبعا انا بتمنى ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بشكركم جدا وسلام.